واجب احنا بنعرف الجهد اللي عم تبذلوه والمخاطر اللي بتتحملوها. وبس حبيت اسمع يعني منكم على عجاله، انا عارف انتم وقتكم ثمين اثمن من وقتنا حتى. هل يعني مستوى الضغط المتطلبات كذا كذا كذا، احنا عارفين في ضغط في مط في مط في، بس هل مو تمام في شيء ناقصه احيانا؟ يعني انا مفتخر انه اردني الى شغلي في المستوى، مفتخر انها ابن وزاره الصحه اللي بقوم فيه بحمي اهلي اول وبحمي نفسي وبحمي جيراني، هذا في المقام الاول. باقي الامور كلها بسيطه، في تركات بسيطه تتعالج اول باول، ادارتنا حكيمه، الوزاره يعني ما قصرت معنا في اي شيء، والحمد لله الامور تمام. تحيات اولا جلاله سيدنا كل واحد فيهم، دائما بيسال على العدد وعلى الكذا وعلى اذا متوفره كل مستلزمات وحمايتكم ايضا. هذا في قمه اولوياتنا حمايتكم لكم.